ما تصوروش انه دار ملكنا محمد السادس في المغرب، حط واحد رجل طيل اللي بسببه بزاف ديال الدول كيهابوا المغرب. شكون هو؟ محمد ياسين المنصوري، تزاد في بجاد في 1962، باه قاضي علمو القانون وتقالى. جميع الاساتذه تيقولوا عليه انه ذكي بزاف وكيعقل على كل شيء، تيفرض شخصيته حسيمسي. شد دبلوم في الدراسات العليا في القانون، سلاه مشى يدير ستاج في الاف بي اي، اتعلمو يزيد يقفز وتربي فيه واحد القوه شخصيه خطيره، وغير رجع للمغرب خدم مع ادريس البصري في وزاره الداخليه، هنا يتعلم الصرامه. في 1999، السنه اللي مات فيها الحسن الثاني، يعينو كمدير الوكاله المغربيه للانباء. وفي 2003 غادي يرجع لوزاره الداخليه، و16 ماي 2003 عمليات ارهابيه غادي يضربوا قلب كازا، غادي يمشيو الضحيه ديالها 45 مغربي. ديك الساعات المخابرات مازال في يد العسكر قياده ديال احمد الحرشي. محمد السادس غادي يدير اجتماع مع محمد ياسين المنصوري، ما غادي يقول له حاس ان معاك ما غاديش يكون الغلط. محمد ياسين المنصوري يولي قائد المخابرات الخارجيه في 2005، ومن ثم في المخابرات المغربيه.